كنت ابي اكمل مباراة باسرع وقت، هدف كنت محتاج الفوز ضروري، ما في انه ينقطع او شيء. تسلم حبيبي، تسلم حسام، واعتذرلي حبيبي سموحة، اعتذر لك حبيبي. والله كان هدفي الرئيسي اني ابي انهي المباراة باسرع وقت، بس شباب سامحوا ما قاعد اقرا تعليقاتكم، شوي مركز في اللعبه. اوكي بلنتي، عجيب حكم. يلا شباب نحتاج بعد واحد، بحاول
ليك يا حبيبي. ضيعت فرصة شباب، ما تضيع أبدا. خلينا نقول أحمد ألق بيه. أكره شيء إن تنقطع الكرة من عند الدفاع، شيء صراحة محبط محبط محبط. إن المهاجم يقطع الكرة من عند الدفاع بسبب يختل توازن أو شيء، شيء محبط. هذه الأهداف محبطة جدا، ما تنم عن تعب، يعني ما تحس إن خصمك يتعب، بس يقطعها من عندك بطريقة ما أدري شلون، يعني وكأن اللعبة خلاص قررت، يعني ما تحس إن في جهد مبذول. شوفوا هدف، يعني انا اتعب. شوفوا سجل، شوف كم تمريرة، شوف كم تمريرة. انما احمد في اللقطة الهدف الثاني سجلها بطريقة، قطعها مع البويل، قطعها مع البويل. افضل من مدافع، مهاجمها صار افضل من مدافع. تحول يستاهل يستاهل. يلا كملي كملي نفسه انقطعي. يا الله، ساعات انا اخطأ في التمريرات، يعني المفروض هدف، ما ادري شلون اضيع على روحي فرص. بس دقيقة نعدل الفريق شوي.
عليكم السلام، ويلكم. يا الله، كل ما اني ارجع في المباراة سرعة يسجل. كل ما ارجع في المباراة تسجل بسرعة، كأن شيء نفسي في اللاعبين صاير. هذا شنو مبابي هذا؟ ما اقدر اسوي شيء، قطعتها من عنده. شوفوا شوفوا، قطعتها بكامبل، قطعتها بكامبل. رد خذاها من عندي، رد خذاها من عندي، خذاها من عندي، مع ان كامبل توه مدخلنا لياقته فل. والله العظيم هذا مبابي، يا الله. بطء في اللعب، والله في بطء، والله العظيم شباب في بطء. شوفوا شلون قاعد يقطع الكرة من عندي، شوفوا قاعد يقطع الكرة شلون. شوف رودري، شوف رودري، شوف شوف رودري، شوف رودري، ما قدرت حتى اتحكم فيها ابدا. شوف، نسى الكرة، نسى الكرة. أنا قرأت اللعب،